حكاية، ورغم القساوة ديال التفاصيل ديالها فهي جميلة جدا كعبرة. لما غادي نسالي من الحكي ديالها تأكدوا بلي أنكم غادي تحسوا بواحد النوع من الرضا، واحد النوع من الإيجابية والافتخار بما قامت به نعمة اللي هي صاحبة الحكاية. ورغم كاع الظروف مخليها باش أنها تخرج على المنطق ديال الشارعة، إلا أنها اختارت ما يرضي الله، ولكن حتى ربي ما كينساش العبد ديالو إذا كان العبد مع الله. ما تمشوا فين وأجي وعرضوا على أحبابكم وأصحابكم واسمعوا معايا حكاية الليلة. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه، المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد اينما كنتم. وخصوصا عندي واحد النسبه كبيره ديما غارقه في الكوزينه، انا الونيسه ديالها، واكيد حتى الفئه الذكوريه اللي كتابعني لكم تحياتي ولكم مني كل الاحترام. هو الاول عفاك ما تنسينيش هبطي لتحت وضغطي على داك زر الاعجاب اللي تطور من المحتوى ديالي وكيخليه يبان عند ناس واحد اخرين، وكتشكرني به شي حاجه اللي هي رمزيه بسيطه ولكن كدير معايا فرق كبير. خلينا ما تعطلوش اكثر ونقولوا بسم الله يلا لنبدا. انا نعمه، قصتي غادي تبدا وانا عندي 40 يوم فاش تزاديت. ماما كانت والدة قبل مني، خويا واختي وعاد انا، كنا ساكنين في دوك البرارك اللي تيكونوا في الجهه ديال البحر، في واحد جهه في المغرب، لانه بابا كان بحري فما كانش عندنا الدار بحال ديال الناس. واحد النهار كانت ماما حاطه دوك البوطات الكبار ودايزه فيهم النفس، وكانت حاطه الشمعه حداهم ومشات ناس بالليل غادي تضربها الفيقه وغادي تنوض على الدخان وغادي تلقى العافيه دايره بها. فهزات خويا وهزتني انا وهزت حتى اختي، لاحتنا على برا ورجعات ما عرفتش شنو كانت بغات تجيب من الداخل، غادي تبعها خويا وغادي طيح عليهم الميكا، فما قدرتش تخليه وتخرج. الجره اللي بغات تجرو طاحت عليهم ديك الميكا، ماما شعلت فيها العافيه، خويا حتى هو، اما اختي الكبيره تقاس في يديها وفي راسها. جات الاسعاف وهزوا خويا وماما للسبيطار ديال المدينه. ملي تحرقوا كانت انا ذاك شي 2 ولا 3 تاع الصباح. خويا عنده 7 سنين، كيف وصل للسبيطار مات، وماما دخلت للانعاش، وانا واختي تفرقنا هنايا على ماما، وعد خالتي مع جدتي غادي تدينا عندها، فبقينا عايشين معاها كتصرف علينا. وبابا كان مره كيجي كيشوفنا لانه كان بحري، فبقى غير تما حدانا. درت عام ونص وبغاو يفرقونا لانه ديك مرت خالي وجدتي ما بقاوش قادين على المسؤوليه ديالنا بزوج، فخلاو اختي مع مرت خالي، وانا صيفطوني عند واحد خالتي في النواحي نتاع مدينه واحده اخرى. جيت عندها وبقات مربياني مع وليداتها تقريبا حتى درت ديك 4 سنين ونص 5 سنين، حيت هاد الوقت كله ماما كانت ناعسه 3 سنين ونص او ما اكثر في السبيطار كيداويو فيها. فهاد الوقيته خرجت من السبيطار ولات شي شويه، ولكن تشوهات ومشاو ليها صباعها وتحرقت كلها. المهم رجعت لديك الجهه فين كنا عايشين معها وجلست عام، وخدت حقها في واحد الورد نتا واحد القهوه، ومشات شرات دويره اللي كانت على قد الحال، وقالت لهم بلي انا دابا مستعده باش انني نجمع وليداتي. فجبتنا لعندها انا واختي، حملات ولدت اختي الصغيره، ومن موراها بعام حملات بخونا واحد اخر. دخلت المدرسه وبقات الحياه مستمره، تحضيري الثاني الثالث ما قريتوش تما، حيتاش ماما فاش خرجات ولات بحال ما بقاتش بصحه عقليه سليمه، وليتي كتلقايها غير غدا في الزنقه وكتهضر بوحدها، وبحال ولات كترجع ليا انا ديك اللومه، حين زعما فاش كنت صغيره وكانت كتبقى سهرانه معايا كانت كتعيا وكتنعس، وبسببي انا كانت وقعت ديك الواقعه. فاش شعلت العافيه ما ردتش البال، هادشي اللي كانت هي كتقول ليا، وكانوا تيقولوا ليا شي اطراف واحد اخرين من العائله. واحد النهار ما كنتش فايته 10 سنين وانا ناعسه، ما بيا ما عليا، حتى كتنزل عليا بواحد المهراز على راسي وانا في غرق نعاسي، نط بالدمايات ديالي وبدات كتعاير فيا وتغوت، وانا ما درت ليها والو. من تما تركب عندي خوف او لا فوبيا من امي، ما بقاش كتبان ليا طبيعيه نهائيا، خصوصا انها كانت كتضربني بزاف من دون ديك اختي الاخرى، فما بقيتش قاده نبقى ساكنه معاها حيت خفت لشي نهار تصبح تقتلني. خرجت وخدمت الميناج عند شي ناس وانا عندي 11 سنه، فهاد الوقت غادي يمرض با بالسل لانه كان تيكمي بزاف وغادي يموت الله يرحمه. انا ما غاديش نسيق انا ذاك الخبر، قبل ما يموت باقا كان عقل توادع معايا وقال لي سيري يا بنتي الله يرضي عليك. هي فاش دوزت عند دوك الناس شهرين وتوفى، ولكن ما كانوا قالوا لي حتى شي حاجه، بقيت بحال هكاك حتى من موراها ب20 يوم عيطوا عليا في التليفون دارنا وقالوا لي ربك مات. مشيت ما عجبنيش الحال وعاوتاني خرجت، جات واحد خالتي داتني في النواحي نتاع ديك المدينه انني نسكن معاها، ودات لي انتقال ديال المدرسه ديالي، دخلت نقرا ديك المدرسه وبقيت عايشه معاهم،
ولكن كان عند بالي بلي انه غادي تنقذ حياتي، ولكن اكتشفت شي حوايج واحد اخرين. جيت عشت معاهم في دار جداتي اللي هي في الاصل مرت جدي، اما جداتي الاصليه كانت حنينه فيا، ولكن هاد مرت جدي كانت صعيبه بزاف. كانت كتوصل بها الدرجة انها تقول لي بلي انت يا منحوسة انعمة وبسببك امك تحرقات. واحد خالي كان كتوصل به الدرجة كيضربني وبعد مرات يتحرش بيا ويقول لي والله نعمة ونسمعك قلتيها لخالتك ولا ماماك غادي نقتلك ولا نفعل لك. لدرجة واحد النهار اقسم بالله حتى ضربني وزرق لي عيني وما قدرتش نفتحه. اللي سولني تنقول لهم لا راني غير خرجت في الحيط. ديك مرت جدي قالت لي ما تقوليش لهم بلي هو اللي ضربك، دوز عليا العذاب الشديد، او بالاحرى دوزوا عليا العذاب الشديد. بقيت مع ديك خالتي اللي داتني معاها واللي شفت منها غير الخير، وكانت مسكينه ما كتكسيش راسها وكتكسيني انا، فبقيت بحال هكاك. واحد النهار دخلتي قالت لي بلي انا بغا دير ديبلوم ديال الحلاقه، فمشات لمدينه واحده اخرى وتما غادي تبدا المعاناه. تما انا فاش كنت نقرا وتيقول لي الاستاذ بلي انه خاصك كتاب جيبي ستيلو، وانا ما كنلقاش اللي يعطيني الفلوس. كنمشي عندي وحده في خالتي تنقول لها عافاك اعطيني مثلا 5 ولا 10 دراهم، ها شنو قال لي الاستاذ؟ وكتقول لي وسيري قولي ليه بلي انا راه ما عنديش الوالدين، منين غادي نجيب لك الفلوس باش انني نشري ستيلو ولا نخلص شي حاجه في المدرسه؟ شفت حتى عييت وما كاينش اللي يصرف عليا وانا صغيره باقا غير كنقرا. فقررت باش انني نجلس. خرج من المدرسه مره اخرى لانه ما عنديش، وحتى انا ما بقاش عندي اصلا الرغبه، لانه منين كتعيشي شي ظروف بحال هكا ما كتوليش عندك رغبه في القرايه، وحتى التعامل ديال الناس كان خايب من جهتي. كانوا عارفين في المدرسه بلي انه ماما شنو وقع ليها، فتيبقاو تيقولوا ليا بنت المحريقه زعما امك محروقه، وانا نخرج لانه كان تيبقى فيا الحال وما عنديش الجهد وما عارفه شنو ندير وما كاينش اللي يدافع عليا. ديك خالتي اللي مشات تقرا الحلاقه شدات الدبلوم ديالها وفتحات المشروع ديالها وبقات بحال هكاك حتى درت انا ديك 16 سنه. فهاد الوقت هي تخطبات وتزوجات بواحد السيد وقالت لي عافاك الشرط ديالي الوحيد هو انه بغيت ندي معايا بنت اختي نعمه باش تسكن معايا. فعلا داتني وسكنت معاها، وبما انه كانت عايشه معاها عجوزها فكانت مزيانه معايا، كان فيها السكر وكنت نضرب ليها الشوكه، وراجل خالتي عمره مسكين ما حط عليا يديه ولا سمعت منه شي كلمه خايبه، بالعكس شفت منه ومن خالتي غير الخير اللي ما غاديش ننساه لهم حياتي كلها. من بعد قلت لا بلي انا راه خاصني نخرج نخدم، خصوصا فاش اذا تلاقيت بشي وحده من العائله كيبقاو عليا ويلي مالك ساكنه مع خالتك ومع عقل صغير والمراهقه بالزربه الانسان يقدر يلعب لك بدماغك. كانوا تيقولوا لي وسيري خدمي على امك، راه امك حتى شي خدمه تيخدم عليها وهي محروقه وراه تيعاونوها غير خوالك والناس. قلت فعلا نخرج نخدم على راسي وعلى مامتي، خصوصا ديك خالتي فاش غادي تولد بحيلا تضغطات شي شويه ومالت لوليداتها ولات كتضربني فاش كتعصب على ابسط الامور. واخا هكاك ما نساش الخير ديالها صراحه، غادي نخرج من عندها وغادي نمشي نخدم الميناج من عند مرا لمرا، من بعد غادي نرجع عند خالتي وغادي نمشي للدار نتاع جدي وخدمت في باتيسري من جديد، كندير المسمن لانه كانت عندي الهوايه ديال الطبخ. درت 18 سنه وقالت لي واحد البنت واش تجي تخدمي في هذه المدينه راه كاينه خدمه. مشيت خدمت عند واحد السيده واحده اخرى عاوتاني في الميناج وما دوزتش بزاف غير شي 5 شهور، وخدمت في واحد لوطيل. كنت كنمشي وكنجي عند خالتي وحده اخرى الله يسمح ليها اللي كانت صعيبه بزاف، لانه صراحه ما كايناش شي بلاصه بحال داركم عند الناس كتعرض للحقره. كنشوف بنتها غير جالسه كتقول لي نوضي غسلي الماعن، اولا في رمضان تقول لي ما تنعسي حتى تغسلي الماعن وما تمشي للجامع حتى تعجني الخبز وما ديري هذه حتى ديري هذه. كنت كنقول واخا ماشي مشكل. واحد خالتي وحده اخرى ثالثه كانت خدامه في مدينه واحده اخرى في واحد الرياض كانت ما مزوجاش. كنت نعيط ليها وتنطلبها عافاك اذا بغيتي ديري فيا شي خير شوفي لي غير شي خدمه معاك تمايا. وصراحه هاد خالتي انا كنت عزيزه عليها، ما بين دخولتي كانت غير وحده اللي صعيبه بزاف وما مزياناش. المهم هاد خالتي كانت عزيزه عليها ماما، منين جيت عندها غادي نخدم معاها في بلاصه وحده اللي كنت كنعاونها في الميناج، واذا ما كانش السيده في الكوزينه انا اللي كنت كنتكلف بالطياب. خدمت مع دوك الناس تقريبا عام، اللي كان اصلهم مغربي، ام مولات داك الرياض كان راجلها قاوري والديها مغاربه. الام نتاع مولات هذا الرياض دوزت عليا العذاب حيت بقيت غير انا وياها وراجلها وواحد السيده وحده اخرى خدامه معنا اللي كانت مطلقه وبوليداتها. ديك الام ديالها مع ديك السيده اللي تا هي خدامه معايا تما دوزوا عليا العذاب الشديد والحرب العالميه البارده.
كتبقى كتعطيني خدمه اللي ماشي ديالي، واما تنكونوا تنشقاو وكتقول لهذيك السيده اللي كانت خدامه معايا الله يسمح ليها مثلا بلي انه راه نعمه جاو الضيف وكتخلي لهم الماكله خضراء، اولا انت فاش ما كتكونيش راه نعمه ما كتخدمش. المهم كانت الشيطانه في سيفت انسان، الشر خارج من وجهها والسم كيتقطر منها، فين ما كتلقى الفرصه باش انها تشعل ليا العوافي مع ديك الحاجه ما كانش كتزقلني، كدير الفتنه باش ما عطاها الله. في دوك الظروف صراحه عمرني ما ظلمتها ولا قلت فيها شي حاجه مرموراها ولا حتى في وجهها، فقط كنت كندير حاجه وحده هي انني كنوض كنتوضى كنصلي مع 3 تاع الصباح ولا مع ماش ضربتني الفيقه ونقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك فلانه الله ياخذ فيك الحق. بقيت بحال هكاك خدامه مع ديك الحاجه حتى ضغطت عليا بزاف لواحد الدرجه اللي كانت كبيره، وكان انا ذاك رمضان والحراره كانت كتعطيني بزاف ديال الميناج وكتقول لي ما تجلسيش اولا اذا درت شي حاجه بسيطه ولا تعطلت وفقت مع 8 حيت بعض المرات كيدي النعاس كتوقف عليا، وكتقول لي اذا ما كانت فلانه زعما ديك اللي خدامه معايا ما كاين اللي يدير شي حاجه، ديما كتضرب لي معاني بلي ديك السيده اذا ما كانش انا ما كندير والو، علما انه هذيك السيده الحاجه الوحيده اللي ميزاتها عليا هي داك التشوطين ديالها وتوصل الاخبار وانا ما عنديش مع داك الشيء. بقيت صابره حتى لواحد النهار عيطت لبنتها وقلت لها فلانه انا راه ما غاديش نصبر على الوالده ديالك راه صافي ضغطت عليا اكثر من القياس. قلت لي لا عافاك نعمه غير صبري عافاك، وانا راني عارفه ماما بلي انها صعيبه غادي تعيط ليها ودوات معاها، انا ذاك كنت باغا ندوز البيرمي غادي تقول لي واخا ماشي مشكل سير دوزي. تخيلوا قسمين بالله اذا وصلت الخمسه ديال العشيه ما تلقايش نوبتك في السوقان، فما كانش كتطلقني ديك السيده حتى كتسالي الروينه مع 4 ولا 5 بالعاني باش ما نمشيش ندوزو، او الاخرى دراسها بلي انها مريضه باش انا ما نمشيش ندوز داك البيرمي. ورغم ذلك تقاتلت وكان كيديني السيد اللي خدام معايا في الموتور باش انني نقدر نلحق. صابره واخا نجي لقى تماره حيت كان بات تما وتنقول ماشي مشكل غادي نتقاتل حتى نشدو. فعلا بقيت بحال هكاك وعيطت على السيده دفعي لي الامتحان انا راني واجده. الحمد لله دوزتو وشديت البيرمي ديالي وجا واحد الناس جداد بغاو يشريو داك الرياض لانه بنت الحاجه كانت بغات تبيع، وديك خالتي اللي خدمتني معاها فبنتها كانت مشات استقرات في دوله خليجيه ودات معاها خالتي اللي هي امها، داكشي باش بقيت انا بوحدي كنخدم داك الرياض مع ديك السيده المسمومه. المهم جاو دوك الكوار وباعوا ليهم ومشات ديك الحاجه وخدمت مع دوك الناس الجداد اللي صراحه ما نكذبش عليكم من اطيب خلق الله. كاع ديك عامين اللي دوزتها تكرفيس مع ديك السيده وبكا وحقره عوضني عليها مولانا مع هاد الجداد بقى ليومنا هذا خدامه معاهم. اما ديك السيده اللي كانت خدامه معايا بقات كدير عليهم ديك لا انا مريضه خصكم تعطوني فلوس باش ندوز، وعرفتوا الكوار كيفاش دايرين عندهم غير نيشان عاقوا بها وجراو عليها، وبقيت انا اللي خدامه معاهم. فهاد الوقت كنت نشوف الام ديالي وتمشي كنعيد معاها في العيد الكبير، ومره مره كنت كنزورها ما قديتش نعيش معاها لانها صعيبه، وكانت معاها واحد اختي وخويا اللي تولدوا على تالي كانوا صعاب بزاف. خويا كينوضها في 3 تاع الصباح ويقول لها سير جيبي لي الكارو، ولا نوضي عيطي لبنتك تصيفط لك، ولا سيري شوفي لي يجيب لك، وانا بغيت هذه ولا هذه. اما واحد اختي اقسم بالله اذا كانت لدرجه انها كتضربها، انا فاش كنت كنسمع مريضه كنت كنمشي لعندها ما كرهش انني نعيش مع مامتي، ولكن مستحيل هي تخلى على ولادها. كنت ديما كنحس بديك الفرزيات اللي كانت كدير، كانت كتموت على خويا الصغير اللي عنده اليوم 23 سنه، وديك اختي اللي دوزوا عليها العذاب ومن العصا كانت كتعطيها ليها. ديك اختي وداك خويا كانوا دايرينها بحال شي خدامه وماشي ام، دايره بحال شي طلابه خصها غير تطلب وتجي تجيب ليه، وهو كيشد من عندها وكيصيفط لشي وحده مع البليا والتليفون اللي كان كيضرب به غير شهر ويهرسو ويقول لها سيري جيبي ليا واحد اخر، وهي خصها مسكينه غير تخرج تقاتل وتجيب ليه. انا كنت كنمشي كنشوفها وكنت كنصيفط ليها وكنعاونها بداك الشيء اللي في جهدي، وفي العيد كنت كنشري ليها العيد ديالها، وخالي وخالتي كانوا معاونيني فيها وكيدوروا معاها، وانا مقابلها بسبيطارها فاش طرطخ ليها السكر في رجليها مشيت ودوزت ليها وقالوا لي الحمد لله راه ما عندها والو راه غير تفرقع عليها السكر في رجليها ولكن راه ما وصلش للعظم. جلست معها اسبوع ورجعت لخدمتي وعاودت مرضات كي يدوز ليها الدم من ودنها، مشيت هزيتها وديتها دوزت ليها وجبتها وبديت كنعطيها دواها واللي خاصها، وكندير معاها الواجب ديالي كبنت مع الام ديالها باش ما قديت. ورغم انها كتعايرني وتقول لي شي حاجه اللي كتجرحني وكتعيط ليا غير اذا احتاجت شي فلوس مني، ما كانش احساس ديال تعيط ليا وتقول لي كيف دايره بنتي كيف دايره صحيحتك ولا الله يرضي عليك نهائيا.
ولكن انا كنت كنعذرها، ربما حيتاش ما كبرتش معاها ولا كتشوف فيا بلي انا سبب نتاع التشوه ديالها. غادي تمرض بالسكر بزاف وما كانش كدير ريجيم نهائيا، عادي حيتاش ما كانش اللي يعتني بها اللي ضرب لها الانسولين ديالها، وانا ما يمكنش ليا نخلي خدمتي ونمشي نسكن معاها، حيتاش ولو كنت بغيت انني كاع نجلس معاها ونقلب على خدمه تما خويا كان صعيب. فوليت خايفه على راسي، وحتى العيد ما بقيتش كنعيدو معاهم على قبله ولا قبل ديك اختي اللي كانت مجهده وخايبه بزاف. انتما عارفين اذا شي وحده كتضرب امها توقع منها اي حاجه. فجيت ما بقيتش رجعت لعندها، وعيطوا عليا وقالوا لي راه ماماك مريضه بزاف. انا قلت بلي انه هي ديما دايره بحال هكاك، حيتاش السكر مره كيطلع مره كيهبط. كنبقى معها غير في التليفون، حتى عيطت لي خالتي واكدت لي الخبر. هزوها وداوها للسبيطار تما وقالوا لي هلا راه خاصها ضروري تمشي للسبيطار في مدينه واحده اخرى، حيتاش داك الحريق نض عليها في ظهرها. طلبت الاذن من مالي نمشي مره اخرى، ومشيت لعندها وجبتها للمدينه فين انا، وجا معايا داك خويا وقالوا لي بلي انه ما عندنا ما نديروا لها حنا هنا، غادي نعيط على واحد الحاج راجل ديك الحاجه غادي تدخل ليا. وجبتها وقالت لي واحد الطبيبه غير ديها حيتاش غادي غير تكرفسيها وما عندهاش المناعه، ديها للدار وعطيها الدواء ديالها. جبتها لعند خالتي للدار وبدات مره اخرى كدوز لها ودنيها بالدم، هزيتها ديتها للسبيطار وخرجوا لي واحد السكانير باش انها ديرو. فاش مشينا كنتسناو في نوبتنا قالت لي ميمتي كون غير مشيتي نتيا وبقى لي ولدي كون راه واقف معايا. ما جاوبتهاش حيتاش عذرتها وما عذرتهاش، وكنت عارفه بلي انا باقا مأثره بالماضي، ما عرف شنو كان تيقول ليها راسها انا ذاك. المهم ما جاوبتهاش وبقى فيا الحال، ولكن كيف قلت لكم كنادي معها الواجب. فاش جيت للدار قالت لي سمحي لي يا بنتي راه ما عرفتش شنو تيوقع لي حتى كنبقى كنقول لك داك الكلام. قالت لي علاش كون لقيت انا دابا في هاد الظروف هادي من غيرك، واخا ما عشت معاها كنت كنبغي ميمتي بحال هكاك بالشكل ديالها اللي محروق، كنت كنشوفها في شي شكل، بالعكس كنت تنفتخر بها، عمرها ما حشبات بيا ولا قلت لا ما نمشيش معاها في الزنقه. كانوا تيعايروا هاد الدراري في الزنقه ويضربوها بالحجر ويعيطوا عليها يا المحروقه يا المحرقه. انا التفاصيل اللي كنت كنعيش معاها كانوا كيضروني بزاف في خاطري، انا ذاك ما كانش كتمشى، كنت غير كنهزها من الاسعاف للاسعاف، واذا بغيت نطلعها عند طبيب اختصاصي كنديها في الباياس باش انا نشوفها. المهم جبت النتيجه نتاع السكانير اللي لقى فيها الطبيب اللي انا عندها سوسه في القروش ديال الودن وخاصها عمليه، ودرت لها تحاليل ديال الكلاوي اللي كانت النتيجه ديالهم طالعه ونشوفوا ليها. المهم جبتها للدار وبقات بحال هكاك مراقبها بكل شيء ليها وكنعتني بها، وكتقول لي راني بغيت حنينه لراسي درتها ليها، وكيجيو الناس كيشوفوها. كان عندي امل انها غادي تبرى وغادي ترجع لدويرتها. انا ذاك كنت طلبت من مالين شي واحد 15 يوم، فاش شفتها ولات شويه قلت غادي نرجع نخدم باش ما نتعيبش مع الناس ونحافظ على داك الطرف ديال الخبز باش نتعاون عليه بها. غادي نرجع نخدم، منين جيت نطلع على ميمتي اللي كانت جالسه في دار خالتي اللي مشات للخليج عند بنتها، سبحان الله كيف ضلات، شافتني وفرحات وبقات مجمعه معايا وكتضحك معايا، وديت البنات خوالاتي الشوكولات وهي كان ممنوع عليها، طلبت مني واحد الطريف صغير وبدينا كنضحكوا وعطيته ليها، وهي تقول لي راني تشهيت الرفيسه بنتي نعمه. صافي يا ميمتي كوني هانيه دابا نوجدها لك غدا ان شاء الله، ما يكون غير خاطرك. شويه قالت لي عافاك بنتي راني تشهيت تشري لي صابو تديني الحمام. قلت لها صافي دابا راه العشيه خلي حتى الغدا مع الفجر نديك، ومن بعد نديك عند اختصاصي ديال كلاوي باش نشوفوا شنو المشكل ديالك. ديك خالتي مسكينه اللي كانت عاطيه انا الدار ديالها عمرني ما ننسى خيرها حتى هي، حيتاش عاونتني ماديا بزاف وكانت كتعيط ليا وتقول لي نعمه ما تخممش في شي حاجه سميتها الفلوس ديري ليها العمليه. وحتى انا الحمد لله كنت موفره واحد البركه غير على قبلها. المهم داك النهار صباح الحد جمعت لها حويجاتها وعيطت على واحد السيد من العائله جاب لي الكروسه باش انا نحطها فيها، ضحكنا نشطنا وانا كنبدل لها لاكوش ديالها انا واحد بنت خالتي، حتى كنلقى الخروج ديالها عزكم الله كحل، وانا نقول ديك بنت خالتي ما عرفش علاش خرج ماما كحل. نقزات وقالت لي راه تيقولوا بلي اللي الخروج ديالو كحل راه تيموت. تزيرت وسكت صرتها. رجعنا للدار قالت لي ميمتي راني تشهيت البيض. قلت لها لا راه عندك غير واحد الكيمياء اللي هي قليله في الاسبوع لانك فيك السكر، واش بغيتي الحسوه؟ لا انا قلت لك بغيت البيض اعطاني البيض، ما بغيتش نخسر لها خاطرها ووكلتها. وانا تنسمعها كدير واحد الصوت ديال الانين اللي هو غريب عمرها ما درتو في حياتها. بدلت ليها غطيتها ونعست حداها بالليل. هي في المفروض انا كتبقى 15 دقيقه وكتقول لي قلبيني على هاد الجنب اولا هاد الجنب، ولكن ديك الليله ما قالت لي والو. كنت نعسه فايقه
مع 3:30 لقيتها كتنين. درت لعندها وسولتها ياك ما خاصك شي حاجه اميمتي، لقيتها رجعت ومسحت ليها عزكم الله ورجعت لبلاصتي تكيت. شويه بقيت نقول ويلي ما الماما ما قالت ليا هزيني ولا قلبيني، مولفه كتقولها ليا. منين حيدت عليها المنطة وجيت ندورها لقيتها عامره بالدم، خرج ليها من المخرج ديالها عزكم الله فايضه كلها. طلعت كنجري عند خالتي حفيانه، راه ماما جاها نزيف بدلنا ليها وجلسناها وجلست حداها وبدات كتقول ليا جلسيني تكيني جلسيني تكيني. كل دقيقه كتقول لي حاجه. ملي تكيتها واحد الوقت بديت كنشاهد ليها، جاني واحد الثبات اللي كان عجيب. علما انا وفي ديك الليله قبل الواقعه كنت نقول بنت خالتي راني ما كنتخيلش حياتي بلا ماما، واخا ما عايشاش معاها وما كانتش حنينه فيا وما عاش معاها الحب، ولكن كاين احساس عندي ديالها وبصح كنت كنبغيها. بقيت كنشاهد ليها كنقول لها عافاك ذكري الله، شوي حلات عينيها مركزة على شي حاجة، وهذه كانت أصعب لحظة عشتها في حياتي. كانت أصعب لحظة غنعيشها في حياتي، كنقول يا ربي ترمش بحال صافي، تنقول يا ربي ترمش يا ربي ترمش. غير خرجت لها الروح بحال حماقيت، هز الماكينة ديال السكر وتنقول لهم راه بغيت نعبر لميمتي السكر، غير غيبات راني مولفه أصلا بحال هكا. تنبكي وكنقول يا ربي يا ربي ما تختبرنيش بهذه الطريقه، يا ربي ما تختبرنيش بميمتي الا هذه الا هذه. ماتت الحبيبه ديالي. جا الطبيب وقلبها وقال لنا بلي راه ماتت سبحان الله. جات الغساله قالت لي خرجي، قلت لها لا راه ما يمكنش، منين انا اللي كنت حطاها بين يديا وشفتها وكانت اخر وحده بقات حداها هي انا ونجي حتى لدابا نخرج، لا راه ما يمكنش. قلت لها لا غادي نبقى حداها نشوفها كتغسل. بقيت معها حتى غسلوها وفاش كفنوها وبغى يغطيو ليها وجهها، كانت اصعب لحظه غادي نعيشها. كان بوسها وانا عارفه بلي انها اخر مره غادي نبوسها وبلي اخر مره غادي نشوفها. وتنقول علاش علاش واخا كانت خايبه علاش ما جبتهاش لعندي. جاني واحد التأنيب بالضمير اللي كان خطير، واخا شحال من واحد تيقول لي لا راه ميمتك راضيه عليك، وهي براسها كانت تقول لي الله يرضي عليك، ولكن عمرني ما طلبت منها شي حاجه. بالعكس اذا لقيت باش نعاونها كنت كنعاونها. داوها ودفنوها. اصعب حاجه غنعيشها في حياتي، عشت في حياتي بزاف ديال الصدمات بزاف 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 بزاف، ورغم ذلك رغم ذلك وداك التكرفيس عمرني ما كنت كنخلي شي ولد المراه يضحك عليا ولا يستغلني ولا نمشي. كنت كنسكن مع بنات، كنت كنكري مع بنات خارج للطريق، ولكن عمرني ما كانت عندي رغبه نخرج للطريق ولا كانت عندي رغبه نفسد. رغم جاو شي اوقات ما لقيت اختي ما ناكل، كنقول لها ما نخرج علاش حنت. كان عندي واحد العقل تبارك الله، والله الا من صغري كنت كنشد في راسي وكنت ماشي شي وحده. إيه ما نكذبش عليكم نقول لك ما درتش علاقات ولا ما تلاقيتش، درت علاقات ولكن رغم ذلك بقيت محافظه على راسي. قلت ما نخرجش لديك الطريق ديال 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 الفساد ولا يضحك عليا شي واحد ولا شي حاجه. منين ماتت ما بقات عندي حتى شي حاجه فيها حلاوه، وليت تالفه وتندير الخدمه غير بالزز، وكيجيو شي اوقات تنقول علاش انا عايشه في هاد الدنيا، انا بغيت ننتحر. شفت نقول لا لا نعمه ما تنتحريش، اذا انتحرتي اتخسري صحيفتك مع ربي وعمرك ما تشوفني ميمتك في الاخيره. عش مع اخر لحظات تنحاول نفرح راسي بشي حاجه وكنحسب فوقاش نتلاقى بها، كنستغفر الله وكنصلي صلاتي وكنتاقلم وكنتناسى، ولكن تيجوني بعض المواقف اللي كنهار فيهم كل نهار تنبكي عليها وكنتفكرها. الحمد لله انا عارفه بلي انا ربي بغاها وداها، هي اللي كانت حاسه بالالم اللي كانت عايشه فيه لا نفسيا ولا جسديا. كانت تقول لي راني بغيت نموت ونرتاح، راني كانت تعذب، وبصح كون بقات عايشه كانت تبقى عايشه غير في العذاب، خصوصا مع اولادها اللي عندهم غير السميه وما كانوش حنان فيها، اللي كانت كتبغيهم وكتحماق عليهم، عينيها كتعطيهم ليهم وتقاتلات عليهم وما كتبغيش اللي يدوي فيهم، ولكن حتى شي حد ما تحرك على قبلها باستثنائي انا الله يرحمها. انا حاليا باقا في خدمتي مع هاد الناس اللي طورت من راسي وليت كنعرف ندير شي حال من حاجه، وبغيت مستقبلا فاش تولي نفسيتي شويه انني نقرا. اما من ناحيه الزواج صافي، بالنسبه للعروض صراحه ديال الزواج كيجيوني عروض ديال الزواج، ولكن انا عندي داك الخوف، عندي داك الخوف كبر مني من الصغر. كيفاش
كنت كنشوف خوالي كيفاش كانوا، كيفاش داك خالي اللي قلت لك كنت عايشه معاهم كيفاش كان كيتعامل معايا، كيفاش كان كيتحرش بيا. فصافي كبر عندي واحد الحقد، واحد الكره من جهه الراجل. ديما عندي ديك الفكره ديال الراجل صافي غير يبغيك غير على قبل الجنس. فعلا اختي صافي، ما كنت بحال هكا كنكون ملاهي مع الخدمه، كنت عارف على شي واحد شهر شهرين صافي كنحس بيه راه غير باغي حاجته ولا شي حاجه. تالا نوز الزواج كيقول لك نتعاونوا ونخدموا انا وياك، وانا يا اختي الا بغيت انا نتزوج بعدا غير بشي واحد اللي يقد بيا ماديا، ماشي انا ضربت تماره من صغري حتى لكبري ونزيد. مازال كون كان عندي شي مشروع ديالي تقولي اه، ولكن انت كتخدمي عند عباد الله ما يمكنش، كيفاش غتوافقي ما بين الزواج وتخرجي تضربي الكرفي عند عباد الله؟ هذا اللي غيخليك تخرجي ضربي تماره وعارفك خدامه غير في الكوزينه ولا غير في الميناج، راه نهائيا واش غادي يقد بيك واحد الانسان من الاول ملي كيقول لك نتعاونوا على الزمان، وانت عارفك ماشي شي موظفه، ماشي شي حاجه جتها بقرايتك، ماشي شي حاجه اللي ما فيهاش تماره. فلا اله الا الله محمد رسول الله. هذه هي حكايتي، وهذه كانت حكايه نعمه يا ساده الكرام، تفاصيل قاسيه خصوصا فين ما كنعاود شي حكايه وكنوصل للحظه ديال الام لما كتوفى بالتفاصيل ديالها، ما كنقدرش عليها. اللي ماتت ميمته الله يرحمها ليه، اللي بقى عنده ميمته الله يحفظها ليه، لانها هي الكعبه نتاع كل وحده فينا او لا كل واحد فينا. هذه هي كانت حكايه نعمه، كيف العاده غادي نخليكم نتوما الكلام اللي تقولوه ليها يكون زوين كيعبر عليكم وعلى طيبوبتكم باش تقراه ويفرح قلبها، وانا ساحتفظ بما عندي لها في الخاص. دمتم في رعايه الله وحفظه، شكرا نعمه على الحكايه ديالك، شكرا على الثبات ديالك. تلقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام.